والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين آمين آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر. يبقى الإدراج كما تكلمنا قبل ذلك نوعان، إدراج في الإسناد وإدراج في المتن. تكلمنا عن الإدراج في الإسناد، هنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الإدراج في المتن. الإدراج في المتن ببساطة أن يقع في المتن كلام ليس منه، كأن يزيد الراوي كلاما من عنده ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتوهم أو يتوهم من ذلك أن هذا القدر الذي ذكره الراوي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الواقع ليس منه. فتارة يكون في أوله، هذا الإدراج قد يكون في أول المتن في أول الحديث. مثاله ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. هذا مثال للإدراج في أول المتن. فقوله أسبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لما أدمج هذا في هذا أي وصل هذه الجملة بهذه الجملة توهم البعض أن الحديث بأكمله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب إيه اللي عرفنا إن جملة أسبغ الوضوء هذه مدرجة وأنها من كلام أبي هريرة؟ أن هذه الرواية وقعت عند البخاري، فالبخاري بيقول إيه؟ إن أبو هريرة يقول أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فهذه الرواية عند البخاري بيّنت أن هذه الجملة قوله أسبغ الوضوء هذه مدرجة أي زائدة وليست من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتارة يكون في أوله، وذكرنا المثال بتاعه، وتارة في أثنائه. المدرج في أثناء المد أي في وسط المد نوعان، أو يكون لسببين: الأول أن الراوي يستنبط حكما من الحديث قبل أن يتم الرواية أو يتم الحديث، وهو بيحكي الحديث كده أو بيرويه يجي في وسط الحديث يستنبط حكم فيذكره، فيظن الظان أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الواقع ليس منه. مثاله ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. فالمدرج هنا قوله أو أنثيه أو رفغيه. هشام بن عروة المحفوظ عنه هو أنه من مس ذكره فليتوضأ،
ولكن عروة لما فهم من الخبر أن لمس ما هو مظنة للشهوة يدعو إلى الوضوء، فاستنبط من هذا أن ما يجاور، أن كل ما ينطبق عليه أو كل ما يعني إذا لمسته حدثت لك شهوة فإنه يتطلب الوضوء. واضح المسألة دي؟ فالأماكن اللي هي مظنة الشهوة أدرجها عروة ابن الزبير في الحديث، ولكن المحفوظة منه بدون هذه الجملة. النوع الثاني اللي هو بيكون الإدراج في وسط المد، أنه يكون تفسيرا لبعض الألفاظ الغريبة. الراوي هو بيحكي الحديث يظن أن هذه الكلمة كلمة غريبة لا يستطيع البعض أن يفهم معناه، فيذكر معناه، فيظن البعض أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثل حديث عائشة في كتاب بدء الوحي. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الزهري لما كان بيروي هذا الحديث عن عائشة ظن أن بعض الناس قد لا يفهم معنى يتحنث، فقال: وهو التعبد. وهذا من كلام الزهري وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتارة في آخره، أي تارة يكون الإدراج في آخر المد وهو الأكثر، يعني أكثر ما يكون الإدراج يكون في آخر المد. مثاله ما ذكره المحشي في الحاشية، مثل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: للعبد المملوك الصالح أجران. للعبد المملوك الصالح أجران، أجر صلاحه وأجر عبوديته وطاعته لسيده. والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا طبعا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعقل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام اللي هو من أول والذي نفسي بيده إلى آخر الحديث، فهذا مدرج في آخر المد. وتارة في آخره وهو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة مثل ما ذكرنا، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة زي كلام أبو هريرة، أو من بعدهم زي كلام الزهري اللي ذكرناه آنفا لما قال إيه يتحنث وهو التعبد، أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل، أن يأتي بالجمل متعاقبة من غير فصل، فهذا هو مدرج المد. ويدرك الإدراج، أي نعرف الإدراج ونتوصل إليه بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، مثل حديث أبو هريرة اللي ذكرناه: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقلنا أن في رواية عند البخاري بتفصل هذه الرواية، بورود رواية مفصلة للقدر المدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي،
يعني أن يقول الراوي وينص على ذلك صراحة أنه زاد في هذا الحديث. واضح؟ مثل إيه؟ حديث ابن مسعود مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وردت رواية أخرى عن ابن مسعود بيبين فيها أنه زاد هذا الجزء من عنده: من جعل لله ندا دخل النار. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود بيقول إيه بقى؟ وأخرى أنا أقولها ولم أسمعها منه. وأخرى أقولها ولم أسمعها منه، يعني لم أسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقولها من عندي: من مات لا يجعل لله ندا دخل الجنة. يبقى هنا ابن مسعود نص في كلامه على أنه أدرج هذه عقب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمنا أن الرواية الأخرى فيها إدراج. واضح؟ أو بالتنصيص على ذلك من الراوي، أو من بعض الأئمة المطلعين. بعض الأئمة يستطيع أن يستنبط أن هذا في هذا المتن إدراج، وذلك بكثرة الاطلاع على الروايات، فيجد في رواية أخرى أن المحفوظ بغير هذه الزيادة، فيعلم من هذا أن في هذا الحديث إدراجا. أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لأحببت أن أموت وأنا مملوك. طبعا هذا لا يعقل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر، ولله الحمد. طبعا كتاب الخطيب اسمه الفصل للوصل المدرج في النقل، زي ما ذكر الشيخ نور الدين عتري في الحاشية. وكتاب الحافظ اسمه تقريب المنهج بترتيب المدرج. طبعا الأئمة زي ابن الصلاح والنووي جعلوا الإدراج من قبيل المحرم، أشياء المحرمة، يعني يحرم على الراوي أن يدرج في الحديث شيئا. ولكن بعض الأئمة زي ابن السمعاني وغيره قالوا إذا كان حيدرج لبيان لفظة غريبة فلا بأس، مثل ما فعل الزهري في حديث عائشة لما قال إيه: يتحنث وهو التعبد. فبعض الأئمة قالوا ما فيش مانع إذا كان حيشرح قول غريب لا بأس، لكن ابن الصلاح والنووي عدوا الإدراج بجميع أنواعه من المحرمات، أي يحرم على الراوي أن يفعل ذلك. عند ابن الصلاح والنووي هل من الموجود أن يكون الكلام اختلف في العلماء كونه مدرجا أم لا؟ يعني بعض الألفاظ يختلف فيها العلماء إذا كان هذا مدرج أو لا؟ هو ده لا غير ممتنع عقلا، بس هذا يحتاج إلى استقصاء وتتبع. يعني أنا لا أتذكر شيء اختلف العلماء في إدراجه، لكن هذا ممكن وارد الوقوع، لا يوجد ما يمنع من ذلك.
فزي ما قلنا ابن الصلاح والإمام النووي قالوا إن هذا يحرم، حتى إن بعض العلماء قال إن من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وشبهوه بمن يحرف الكلمة عن مواضعه. يعني هذه شدة في تحريم الإدراج في الحديث. أو إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء، كمرة بن كعب أو كعب وكعب بن مر، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المقلوب. يعني وارد أن يحدث قلب في الأسماء، كالمثال الذي ذكره الحافظ هنا، واحد يأتي فيروي حديث فيقول عن كعب بن مرة فيقول مرة بن كعب، ينقلب عليه الاسم. والقلب كما يكون في الإسناد يكون أيضا في المتن، يعني لا يقتصر القلب على الإسناد فقط. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب، أي في المقلوب مقلوب الإسناد. وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، واللي بينفق اليمين مش الشمال، فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. وكحديث برضو إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. فالمشهور من حديث ابن عمر وعائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وأيضا من الأحاديث التي تعد من الأحاديث التي هي مقلوبة المتن حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ما استطعتم. فالمعروف في الصحيحين والمحفوظ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، لأن أنت مأمور باجتناب ما نهى الله عنه، كل ما نهى الله عنه يجب أن تجتنبه. أما إذا أمرك الله بشيء فأنت بالاستطاعة، إذا استطعت فافعل، وإن لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. يعني راوي وهو يحكي الإسناد أو يروي المد يأتي براو زائد في السند، وهذا الذي زاد ثقة أوثق ممن لم يزد، فهذا يسموه المزيد في متصل الأسانيد. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة،
يعني يقول حدثنا. وما يقولش مثلا عن فلان. يصرح بالسماع. وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. ليه؟ لأن الزيادة إيه؟ من الثقة إيه؟ مقبولة. مثاله ما رواه ابن المبارك. قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فهنا ابن المبارك بيقول حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، فقال هنا إيه حدثنا، صرح إيه بالسماع. فسفيان هنا زيادة، سفيان هنا زيادة، ولكن الوهم هنا ليس من ابن المبارك، الوهم ممن روى عن ابن المبارك. فلما روى عن ابن المبارك قال حدثنا ابن المبارك حدثنا سفيان. طيب نمشي كده بالإسناد إلى أن نأتي إلى إيه؟ حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني. هنا قال برضو إيه؟ سمعت. وهذا أبو إدريس الخولاني هذا أيضا زائد في الإسناد، ولكن الزيادة زيادة أبي إدريس الخولاني هنا من وهم من ابن المبارك كما قال البخاري وغيره. فالبخاري قال إيه إن أبي إدريس الخولاني هذا وهم وزيادة في الإسناد ومن قبيل ابن المبارك. طبعا المزيد في متصل الأسانيد دي ألف فيه تصانيف كثير، وأدقها وأفضلها كتاب الخطيب تمييز المزيد في متصل الأسانيد، وهو كتاب مطبوع. ولكن العلماء بيقولوا إن كثير مما ذكره الخطيب في كتابه هذا فيه نظر، أي ليس أو لا يدخل تحت حكم المزيد في متصل الأسانيد. وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. ليه بقى قلنا زي ما قلنا إيه الزيادة من الثقة مقبولة. أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي، يعني أبدى الراوي مكان راوي، مش هنا الأولانية إنه زاد راوي، زاد راويا، هنا أبدى الراوي مكان راوي. ولا مرجح بإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. يعني الراوي يأتي بإسناد ويذكر فيه راويا معينا، إسناد آخر مشابه لهذا الإسناد الأول، ولكن بدل هذا الراوي المعين يأتي براوي آخر، يبقى هنا أبدى الراوي مكان راوي. ولا نستطيع أن نرجح بين الروايتين، لا ندري أيهما هي الصواب، فهذا هو إيه يسمونه المضطرب. طب إذا قدرنا أن احنا نرجح رواية على الأخرى يبقى ده مش من قبيل إيه
المضطرب. رجحنا رواية على الأخرى بإيه؟ إن هذه الرواية ورواتها حفاظ وثقات مثلا أكثر من هؤلاء، أو هذا الراوي كان مصاحبا لشيخه أكثر من هذا الراوي، فإذا عندئذ يعني نرجح هذه الرواية، فتكون الحكم للراجحة وتكون المرجوحة شاذة أو منكرة زي ما ذكرنا قبل كده. بقينا الكلام على أننا لا نستطيع أن نرجح بين الروايتين، هل هذا الراوي هو المفروض أن يكون موجودا في الإسناد أم هذا لا ندري. طبعا الحافظ أو الشيخ نور الدين العتر ذكر في الحاشية مثالا للحديث المضطرب، وهو حديث إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سترة المصلي. طبعا الحديث بيقول: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه، فإذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. هذا الحديث من الأحاديث المضطربة، لأن مرة يقول عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه، ومرة يقول عن جده، فهذا هو ما يسمى بالاضطراب. وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، وقد يقع في الإسناد والمتن. يعني الحافظ بيقول إن غالبا ما بيقع الاضطراب في الإسناد وقد يقع في المتن، يعني أحيانا يقع في المتن ولكن الأكثر في الإسناد، وقد يقع في الإسناد والمتن معا. طبعا في الإسناد مثاله الحديث اللي احنا ذكرناه بتاع إسماعيل بن أمية اللي هو في سترة المصلي، هذا اضطراب في الإسناد. طيب الاضطراب في المد مثل حديث فاطمة بنت قيس، قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. يعني ليس الحق في المال هو الزكاة فقط، لا، المال فيه أيضا حق سوى الزكاة. هذا الحديث رواه الترمذي، ابن ماجه رواه ولكن بسياق آخر فقال: ليس في المال حق سوى الزكاة. يعني ما فيش في المال، ليس في المال حق هو الزكاة فقط. يبقى هذا الحديث من الأحاديث المضطربة، لأن مرة بيقول إن في المال لحقا سوى الزكاة، ومرة بيقول ليس في المال حق سوى الزكاة. والمضطرب، حديث المضطرب من قبيل الحديث الضعيف، من قبيل الحديث الضعيف. ليه؟ لأن احنا مش عارفين هو نرجح أنهي رواية، اختلاف في الإسناد، طب نرجح الإسناد ده ولا الإسناد ده، طب اختلاف في المتن، نرجح المتن ده ولا المتن ده، لا ندري. فيبقى صار من القبيل الضعيف. طبعا يرد في بعض الأحيان أن يكون المضطرب صحيح، ولكن في أحيان قليلة أو في مواضع يعرفها العلماء. زي مثلا
اختلفوا في اسم راوي، اختلفوا في اسم راوي. يعني راوي يذكره باسم معين وراوي آخر يذكره باسم معين، ولكن هو شخص واحد ومعروف أن هذا الشخص من الأشخاص الحفاظ العلماء الثقات. إذن الاختلاف في اسمه هنا لا يضر شيئا. ثم اختلفوا في اسم أبي هريرة، اختلفوا في اسم أبي هريرة على 20 قولا، هل ده يضر في أبي هريرة شيئا؟ لا يضر فيه شيئا. يبقى هي الحالة دي ما مثال. يسمى الحديث يسمى فيه أو يدعى أو يدعى أن فيه اضطرابا، ولكن مع هذا فإنه صحيح. طبعا احنا قلنا ان الاضطراب يقع في الاسناد والمتن ايضا، في الاثنين معا. والحافظ السيوطي رحمه الله ذكر في كتاب تدريب الراوي مثالا للحديث الذي يقع فيه الاضطراب او وقع فيه الاضطراب في الاسناد والمتن معا، وهو حديث الجهر بالبسملة أو عدم الجهر بالبسملة. حديث أنس لهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فالحافظ السيوطي قال إيه؟ إنه مضطرب سندا ومتنا، مضطرب سندا ومتنا. متنا مرة يقول إيه؟ كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ومرة يقول كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ومرة يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ومرة يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. روايات كثيرة، والروايات كلها كل رواية تختلف عن الرواية الأخرى. فلذا حكم عليه السيوطي بالاضطراب سندا ومتنا. وقد يقع الإبدال طبعا في السند أو المتن أو في الاثنين مع بعض عمدا. الإبدال يقع عمدا؟ قال لك آه. كيف؟ لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله. يعني يأتي للأحاديث ويحدث فيها قلب وإبدال وهو متعمد عشان يختبر الحافظ أو الإمام أو إمام معين، كما حدث للبخاري عندما دخل بغداد، فكان أهل بغداد يسمعون عن البخاري وعن حفظه وعن إمامته، فأرادوا أن يختبروه، فأتوا بمئة شخص، مئة رجل. لا، أتوا بعشرة رجال، عشرة رجال، كل واحد معه عشرة أحاديث، يبقى المجموع كام؟ مئة. العشرة أحاديث مع فلان، وعشرة مع فلان، وعشرة مع فلان، وهكذا. يأتي مع العشرة التي معك ويأخذ الإسناد ويضعه لمتن حديث آخر، وهذا المتن يضع لإسناد حديث آخر، وهكذا. فبدأ الأول فقال له حديث فلان أو حديث كذا، ويسوق الإسناد والمتن، فيقول البخاري لا أعرفه، فيذكر الحديث الثاني فيقول لا أعرفه،
وهكذا إلى أن مر على 100 حديث مع 10 رجال وهو يقول لا أعرفه. فطبعا الناس القاعدين ومتفقين على هذه القصة أدركوا أن الإمام البخاري فهم الإيه هذه الحيلة، والناس اللي مش عارفين قالوا إيه ده إيه ده إيه الإمام اللي مش عارف ولا حديث، هذا لا يعرف شيئا. حتى انتهى العشرة فجاء إلى أولهم وقال له: أما الحديث الأول فصوابه كذا، والحديث الثاني فصوابه كذا، إلى أن أكمل 100. فأذعن له أهل بغداد بالعلم والحفظ والإتقان، كما وقع للبخاري في القصة التي ذكرناها. والعقيلي، طبعا العقيلي هذا هو محمد بن عمرو بن موسى العقيلي، العقيلي له كتاب الضعفاء، فذكر هنا الشيخ نور الدين عتر حادثة أنه كان يقول لمن يتلقى عنه: اقرأ من كتابك ولا يخرج أصله، يعني ما يأتي يقرأ عليه يقول له اقرأ من الكتاب وهو ما يطلعش الكتاب بتاعه، هو حافظ. فتكلمنا في ذلك وقلنا: إما أن يكون من أحفظ الناس، يعني هو أنت بتقرأ عليه وما بيطلعش الكتاب بتاعه يبقى ده حافظ، أو من أكذب الناس، هو بيدعي أنه يحفظ. فاتفقنا على أن نكتب له أحاديث من روايته ونزيد فيها وننقص أحاديث هو كان أملاها عليهم، فأتوا بعد فترة وزادوا فيها ونقصوا، فقرأتها عليه، بيقول كده مسلم بن قاسم: فلما أتيت بالزيادة والنقص فطن لذلك، ما جيت على موضع الزيادة وموضع النقص تنبه، فأخذ مني الكتاب وأخذ القلم فأصلحها من حفظه. يعني هو تنبه إن هنا في خطأ، وبدون أن يرجع إلى الكتاب بتاعه هو حافظ، فأتى قال له: ائتني بكتابك وأصلحها في كتاب تلميذه. فانصرفنا من عنده وقد طابت نفوسنا وعلمنا أنه من أحفظ الناس. يبقى إيه، بعض العلماء كانوا إيه بيختبروا مشايخهم بأنهم يبدلوا الأحاديث حتى يختبروا قوة حفظهم وإتقانهم. فالحافظ بيقول إيه بقى: وشرطه، أي شرط هذا الإبدال، ألا يستمر عليه. يعني إحنا عرفنا إن هذا الإمام حافظ، ما نستمرش بقى في هذا حتى لا يظن بعض الناس أن هذه هي الأحاديث فعلا. وشرطه ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني هنا بانتهاء الاختبار مثلا. فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع. يعني أنا قمت بهذا القلب وهذا الإبدال متعمد حتى يظن الطلبة أن ما عندي من الأحاديث ليس موجودا عند أحد آخر، يقولون هذا الشيخ عنده أحاديث غريبة، وكانوا في القديم يسعون إلى هذا، يسعون ويطلبون الأحاديث التي فيها غرابة، ولكن هذه الغرابة هي غرابة واقعة فعلا. ولكن أن تقوم بقلب الأحاديث حتى تكون هذه الأحاديث غريبة ويسعى الناس والطلبة إليك
طلبا لهذه الغرابة فهذا هو المحرم. وهذا يعد إيه من أقسام الموضوع. ولو وقع غلطا، أي وقع هذا الإبدال والقلب غلطا، فهو من المقلوب أو المعلل اللي احنا ذكرناه قبل كده، أو إن كانت المخالفة، هذا نوع آخر من المخالفة، بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فهو المصحف أو فالمصحف. طبعا احنا نعرف انه كان زمان مفيش نقط على الايه، على الحروف، لان العرب كانت تقرا بالسليقه، فيعرف المراد من هذه الكلمه ويعرف هذه الكلمه كيف ينطقها من بدون حروف، بدون ايه، نقط. فلما دخل الأعاجم في بلاد العرب، أو دخل المسلمون في بلاد الأعاجم، كانوا يقرؤون الكلمات على غير مرادها، وكذلك بالنسبة إلى التشكيل، التشكيل اللي هي الفتحة والكسرة والضمة والشدة، كل هذا لم يكن موجودا في أول الأمر، ولكن احتيج إليه بعد ذلك حتى يستطيع غير العربي أن يقرأ الكلام العربي وينطقه نطقا صحيحا. زي مثل الآية التي في سورة التوبة، إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله عز وجل ورسوله بريئين من المشركين. فسيدنا عمر سمع واحد بيقول إيه، بيقرأ الآية، واحد من غير العرب، يقول إن الله بريء من المشركين ورسوله، فهذه معناها أن الله عز وجل بريء من المشركين وبريء من الرسول أيضا. فهذا مثال صارخ لهذا الأمر. فالحافظ بيقول فإذا كان بالنسبة، فإذا كان، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف. مثل إيه؟ حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. بعض الرواة قرأها إيه؟ من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال. يعني أي يوم، يومين، ثلاثة، أربعة، حسب ما هو بقى إيه؟ يستطيع. فستا أراها شيئا، لأن هي نفس الإيه؟ الحروف، السين والشين، والياء هي الياء، وهنا التاء، وهنا الإيه؟ الهمزة، والألف هي الألف، فالحروف هي واحدة، ولكنه قرأها بدل من ستا قرأها إيه؟ شيئا. وكحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي يقول ايه، او الصحابي، ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد، اي اتخذ حجرة يصلي فيها. فبعض الرواة قال ايه، زي ابن لهيعة مثلا لما روى هذا الحديث قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، اي ايه، فعل الحجامة، تدرون الحجامة، فاحتجر قرأها إيه؟ احتجم، الميم قرأها
أو الراء قرأها ميما. وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. كحديث جابر بن عبد الله يقول: رمي أبي يوم الأحزاب. أبي مين؟ بن كعب. يقول: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله، فكواه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الرواة لما جه يروي هذا الحديث قال ايه؟ ان جابر بن عبد الله بيقول رومي ابي، اللي هو ابو جابر بن عبد الله. طبعا ابو جابر بن عبد الله مات في احد، استشهد في احد، لم يكن موجودا يوم الاحزاب. فهذا مما يدل على ان ايه؟ هذا يعني استشكل على القارئ او على راوي الحديث، فبدل ما يقول رمي أبي قرأها رمي أبي، على أبو جابر بن عبد الله يعني. طبعا التصحيف والتحريف هذا في القديم لم يكن يقع يعني في السنة فقط، بل كان يقع في القرآن أيضا، زي ما روي عن عثمان بن أبي شيبة صاحب المصنف، ما كان يملي عليهم كتاب التفسير من المصنف، فقرأ إيه؟ الآية التي في سورة يوسف: فجعل السفينة في رجل أخيه. فبيقولوا له: لا، الآية مش كده، الآية فجعل السقاية في رحل أخيه. فقال لهم: أنا لا أقرأ بقراءة عاصم. حب يخرج من الايه المشكلة يعني، قال لهم: أنا لا أقرأ بقراءة ايه عاصم. فقال لهم ايه؟ فجعل السفينة في رجل أخيه. ورد عنه برضو انه في اول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا زيت فيه. لا ريب قرأها إيه؟ فلا زيت. فالشاهد إن الإيه؟ التصحيف والتحريف لا يقع في السنة فقط، بل يقع أو كان يقع في القرآن أيضا. طبعا من أوسع الكتب التي صنفت في التصحيف والتحريف كتاب الدارقطني التصحيف، أورد فيه ما ذكر في التصحيف والتحريف في القرآن وفي السنة، وهو كتاب واسع ماتع. وقد صن بيقول إيه بقى؟ ومعرفة هذا النوع مهمة. هذا النوع اللي هو إيه؟ التصحيف والتحريف، معرفته مهمة. ليه؟ لأن ممكن يترتب عليها تغيير الحكم. انت بتقرأ كلمة مختلفة تماما، فيترتب عليها تغيير في الحكم، تغيير في المعنى، فلذلك هي مهمة. وقد صنف فيه العسكري، واللي هو الإمام الحسن بن عبد الله العسكري، والدارقطني. طبعا كتاب الدارقطني هو أفضل الكتب التي صنفت في هذا الموضوع، وغيرهما. وأكثر ما يقع في المتون، يعني أكثر ما يقع التصحيف والتحريف في المتن. عكس الايه؟ الاضطراب. الاضطراب أكثر ما يقع في الإسناد، لكن التصحيف والتحريف أكثر ما يقع في المتن. وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد،
يعني قد يقع في الإسناد أيضا. زي إيه مثلا؟ العوام ابن مواجم، حافظ يحيى بن معين لما ذكر هذا اسم هذا الراوي قال العوام ابن مزاحم، بدل الواو أبدلها إيه؟ زايا. ولكن التصحيف والتحريف قل ما يقع في الإسناد أو في الأسماء، أكثر ما يقع في المتون. ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، هذا من الحرام، الشيء المحرم. لأنه إذا تعمد يبقى إيه؟ هذا المتن إيه؟ موضوع، والموضوع يحرم العمل به ويحرم على صاحبه. ولا الاختصار منه بالنقص، يعني ما ينفعش تختصر المتن، تذكر جزءا منه وتترك الآخر. ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، يعني لا تأتي بلفظ وتأتي بمعناه، بل يجب عليك أن تأتي بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعته، لا تأتي بلفظ من عندك يفيد المعنى إلا لعالم. يعني هذا لا يجوز إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، لأن ربما أنت أتيت بلفظ يغير المعنى، بينما العالم إذا أتى بلفظ مكان اللفظ أتى بلفظ يشابهه وبلفظ لا يختلف في المعنى عن اللفظ الذي استبدله، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، أي بما يغير المعنى، على الصحيح في المسألتين. إيه هما المسألتين بقى؟ اختصار الحديث ورواية الحديث بالمعنى، هذا هو المقصود بالمسألتين، فإنهما لا يجوزان إلا للعالم، أما غير العالم فلا يجوز له ذلك. اكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. في حد عنده سؤال؟ في المسألتين مسألة اختصار الحديث ومسألة الرواية بالمعنى. زاد رجلا في الإسناد، ها؟ ولكن تعمدا منه، لهذا تدليس ولا يجوز، هذا غير جائز، وهذا من قبيل التدليس المحرم. وبالاطلاع، كثرة الاطلاع على الروايات، يتبين للأئمة الحفاظ أن في هذا الإسناد رجلا زائدا، ولا يفعل هذا الثقات الأئمة الكبار الحفاظ، بل يفعله المدلسون فقط. دعم سؤال آخر. دمج الموقوف، لما أبو هريرة يقول أسبغ الوضوء، هذا يعد إيه؟ موقوفا على أبي هريرة، إن ده من كلام أبي هريرة، واضح؟
أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار دي إيه؟ الحديث المتن. فهو دمج الموقوف بالمرفوع، يعني وصلهما ببعض، وصل الموقوف اللي هو كلام الصحابي بالمرفوع اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيظن البعض أن الموقوف والمرفوع معا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ مثاله الحديث بتاع الزهري عن عائشة، يتحنث الليالي، يتحنث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فالزهري عاوز يبين معنى التحنث فقال ايه؟ وهو التعبد. فهنا ايه زاد في الحديث، فكلمة التعبد هي التحنث أو يتحنث، فلم تغير في المعنى ولم تغير في الحكم شيئا. ليه؟ لأن الزهري هذا عالم ومحدث كبير، لكن ما ينفعش لأي أحد من الناس أنه يزيد في الحديث شيئا إلا إذا كان عالما باللغة، عالما بمدلولات الألفاظ، عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله. واضح؟ هل عنده سؤال آخر؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا مرحبا، أهلا وسهلا. ساعتك مش مظبوطة.